يا جماعة كرمال الله حدا يساعدني لأفهم بشرفكم. تعالوا نتذكر سوا، مش من زمان، من سنة لهلأ، بس من سنة وجاية، كم فضيحة مالية وأخلاقية صارت مكشوفة بالبلد أو انحكى عنها ورجعت تضبضبت. تعالوا نحسب كم مليون كم مليار دولار صارت مسروقة ومنهوبة أو محرومة منها الخزينة. ما سمعنا أنه انلقط حدا، ما عرفنا أنه الدولة استرجعت فرنك واحد. مش بس هيك، ما حدا هرب، عم يسرقوا الدولة وباقيين بالبلد، ما حدا انحبس، بس الناس محبوسة جوات الفقر وجوات الهم، جوات مخاوفها الطائفية والمذهبية. هيداك بيقول له اوعى المسلم، وهيداك بيقول له اوعى المسيحي. اللي صاير بالبلد كفر، والتكفيريين رح يزيدوا كتير. بكره منشوف. هذا رأيي، فكر فيها.